اليوم عن 5 أبطال ناشئين برياضة السيارات بوطننا العربي ويلي نحنا كتير واثقين إنه عندهم مستقبل باهر برياضة السيارات. رح نبلش مع أول موهبة عنا إياها اللي هو الإماراتي راشد الظاهري. راشد الظاهري بلش كارتينج بالإمارات عن عمر تقريباً 8 أو 9 سنوات وقدر فاز ببطولة الإمارات للكارتينج. انتقل من بعدها لإيطاليا وهو هلأ حالياً كمان عايش بين إيطاليا وبين الصين لأنه والده هو بيكون سفير الإمارات العربية المتحدة بالصين. بإيطاليا عنده فريقه الخاص عايش كل الوقت معه لحتى يتدرب ويعطي كل وقته لبطولات الكارتينج اللي عم بشارك فيها. صار عمله هلأ حدود 13 سنة تقريباً أو 14. البطولات اللي قدر ربحها وأهمها بالWSK اللي هي أهم بطولة كارتينج بالعالم فاجأتنا كلنا عبدالله. طبعاً أول سنة أخدته وقت لحتى يتعود على الحلبات بس رجع من تاني سنة قدر يسيطر ويفوز وهذا الشيء اللي خليه إنه يكون السائق الرسمي لفريق بارولين التلياني ببطولات الكارتينج اللي عم بشارك فيها. صحيح موهبة تلفت الأنظار يا عبدو. برضه معانا موهبة ثانية هو شهاب الحبسي العماني. شهاب حقق نتائج تسمح له أنه ينتقل إلى عالم الفئات الأعلى والآن أكد شهاب أنه انتقل إلى الفورمولا 3 ومنها أمله أنه يوصل للفورمولا 1 لكن ما ننسى نتائجه اللي حققها في الفورمولا 4 يعني اعتلى منصات البوديوم وهذا اللي خلينا اليوم نفخر فيه شهاب عنده فرصة جدا كبيرة وأتمنى أنه يوصل للفورمولا 1. عبد الله أنا بقول شهاب بطل مش بس بسواقاته على الحلبات بطل كمان بنفسيته نحن سبق لنا واستضفناه بدريفن قبل وعملنا تشالنجز مع بعضنا وشفناه كمان وقت كنا بسلطنة عمان وأنا بالنسبة لي هو بحكم عمره وخبرته اللي عنده إياها هلأ هو أكثر شخص هلأ نحن معقول إنه نشوفه بعالم الفورمولا 1 بوطننا العربي بالمستقبل القريب. السائق الناشئ التالي اللي عنا ياه هو اللبناني سامي جوقة بنخلي. عبد الله انت سبق لك وتعرفت عليه لسامي جو شفناه كيف انه هو بطل قدر يفوز بالحلبات العاديه بالكارتينج كذا بطوله قدر ربح بلبنان وبرات لبنان ومؤخرا قدر انه يتصدر بطوله العالم للراليات بالاي سبورتس عم نحكي على الفيرتشوال جيمنج بالدبليو ار سي تاهل على الفاينل توب 8 لبطوله العالم بالاي سبورتس على الدبليو ار سي ان شاء الله بيقدر بفوز فيها وانا اكيد انه قريبا سامي جو رح نشوفه مع احد الفرق اللي كثير كبيره عم بكون هو سائق الاوفيشال تبعهم على السيميليتر. والله يا عبدو أنا شفت موهبة سامي في مرحلتين واحد لما فاز علينا في الكريزي كارت واثنين لما فاز في السيميليتر يا عبدو الموهبة التالية من أفضل المواهب أنا بالنسبة لي وأنا أشوف أنه عنده مستقبل جدا باهر ولا هو مدحن فيك لكن هو كريستوفر غالي اللي هو ابنه كريستوفر هو أصغر بطل للكارتينج في تاريخ لبنان فاز بخمس سباقات من أصل 8 احنا كلنا فخر بكريستوفر لكن أنا من يوم ما زملت كريستوفر السباق اللي صار بينه وبينك وشفت قديش عنده سرعة قراءة للمسار وتكيف سريع وكيف يقدر يلقى الوقت أنا أتوقع لكريستوفر مستقبل جدا باهر وأتمنى له أنه حق إنجازات مو عربية بس عالمية وأنت تكون فخور فيه وإحنا كعرب إن شاء الله نكون فخورين في كريستوفر النتائج عم بحققها وقديه بحسن نتائج كتير باهرة وآخر انعمل لأول مرة المينا كاب تبع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسلطنة عمان وقدر يفوز هو وقتها بالمركز الأول بفئة المايكرو ماكس هلأ الموهبة اللي نحكي عنها يلي كمان نحن منتوقع على مستقبل كتير باهر بعالم رياضة السيارات هو الإماراتي كيانو الأزهري انت أكيد عبدالله بتعرف أبولا كيانو كريم الأزهري اللي سبق له ربح عدة بطولات بالإمارات العربية المتحدة على عدة حلبات كيانو بلش عن عمر كمان كتير صغير من عمر 8 سنوات يشارك ببطولة الإمارات وقدر يفوز بعدة ألقاب أنا صار لي فرصة من سنتين قدر شوفه لكيانو أول مرة وقت رحنا أنا وكريستوفر لسلطنة عمان وبلش يسابق هونيك طريقة تركيزه لهالصبي قديه جاهز قديه أكبر من عمره هو بطريقة تعامله مع السيارة مع الميكانيكس تبع سيارته عن جد بيحكي لغتهم بيفهم عليهم وطبعا شفناه كيف وقتها بيو كريم أخدوا على WSK وبلش يشارك ببطولات إن كان بإسبانيا إن كان بإيطاليا وغيرها بقى بعتقد أنا كمان كيانو بس ينتقل لفئة السنجل سيتر F4 وغيرها رح نبلش نشوف مستقبل كتير واعد لقله وليش لا بعالم الفورمولا 1 قريبا كمان عبدو أنا وأنت كثير مبسوطين أتوقع لأنه قاعدين نشوف مواهب كثير عربية يعني زي ما يقول ترفع الراية من بعدنا وكلنا نعرف قديش يعني دخول عالم رياضة السيارات قديش صعب ومكلف ومتعب فأن يكون عندنا مواهب وقوية بهذا الشكل أشوف أنه شيء يعني يدعو للفخر ونقدر نقول أن رياضة السيارات العربية بأيدي أمين.